دعوه والد راض دعوه والد راض طبعا والد والده الوالد يشمل الذكر والانثى يشمل الاب والام دعوه والد راض وامام مقسط ودعوه المظلوم ودعوه رجل دعاء لاخيه بظهر الغيب وقال مجاهد رحمه الله ثلاث لا يحجبن عن الله عز وجل دعوة الوالد لولده والمظلوم وشهادة لا إله إلا الله إذا خامسا تفتح أبواب السماء أيضا تفتح لدعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام يعني على السحاب وتفتح لها أبواب السماء ولا يردها تعالى قال معاذ رضي الله عنه واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم وجاء ايضا في الحديث المرفوع اتقوا دعوه المظلوم فان تحمل على الغمام يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين رواه الطبراني وهو حديث حسن فلا تظنن يا عبد الله ان دعوات الثكالى في حلب وهؤلاء الارامل والايتام والاطفال والضعفاء والشيوخ انها ضائعه لا تظنن انها تذهب هباء. لا تظنن ان جؤارهم الى ربهم يضيع. لا تظنن ان هذه الدعوات من المقصوفين المستضعفين الذين يصب عليهم البلاء صبا ياتيهم من فوقهم ومن تحت ارجلهم. من القذائف والصواريخ لا تظنن ان دعاءهم سيذهب هباء فان الله سينتقم ولو بعد حين لكن هذه حكمه الله انه يمهل وقد اقسم الله بعزته وجلاله الذي لا يضام ولا يقهر انه سينتصر للمظلوم ويستخلص لصاحبه حقه وسينتقم من الظالم وينزل به باسه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوات المظلوم فإن تصعد إلى السماء كأنها شرار رواه الحاكم هو حديث صحيح ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم حتى قال حتى قال يزيد بن حكيم ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول لي حسبي الله الله بيني وبينك حسبي الله الله بيني وبينك ظلم وزير امراه فاخذ بيتها ومزرعتها فشكته الى الله فقال لها مستهزئا عليك بالدعاء في ثلث الليل الاخر فاخذت تدعو عليه شهرا في ثلث الليل الاخر فابتلاه الله بحاكم فوقه قطع يده وعزله واهانه فمرت عليه المرأة وهو يجلد فقالت شاكرة اذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الارض اجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء سيعلم الظالمون حق من ظلموا ان الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصرة اما والله ان الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب اذا التقينا غدا عند الاله من الملوم